السلام عليكم. احنا اليوم التاريخ الموافق 14/1/2024، يوم حلو ان شاء الله لهاي العائلة، مبروك. هذا قصة، يعني حبيت احكي، هذول حمل طبيعي لكن في عندهم قصة، كان عندهم تكرر فشل الحمل، يعني بصير عندهم اطفال بموتوا اكثر من مرة، اطفال بموتوا، فكانت بالنسبة لنا هذه قصة لازم احنا نفهم شو الاسباب. فكان افتراضيا لازم نعمل فحص أجلنا، الفحص بسموهم جينات العائلة، هل في مرض وراثي في العائلة بيقربوا لبعض، هل بينهم مرض وراثي مشترك بسموه هول إكزاجوم سيكونسز، يعني إحنا هول إكزاجوم سيكونسز، إحنا عملنا فحص للأم والأب نشوف إذا في بينهم جين مشترك، لأنه كانوا يوصلوا أطفالهم مرحلة معينة وتوفوا، مش إجهاضات، يموتوا الأطفال وكان غير مفسر، فهذا استدعى إنه نعمل هذا الفحص. عملنا هذا الفحص وتأكدنا أنه لا يوجد هناك جين مورث، وحكينا لهم إرجع أحمر طبيعي، لأنه هذا صدفة هيك أنه طفلين ولدوا بعدين توفوا، فهذا هي صدفة، فليس هناك أنه يكون في عندهم مرض مورث، وحكينا لهم يرجعوا يحملوا، ما ودناهم لبرنامج أطفال البيت مع تحديد سلامة الجنة، ونحن من فرصتهم بالحمل الطبيعي لسه ما زالت موجودة، ويعملوا حمل طبيعي وما يخافوا، هاي صدفة هلاك غير مفسرات، في بعض الأحيان بيكون في وفاة للأطفال غير مفسرات، فقاموا بالعمل والحمد لله حملت، وتابعنا الحمل وعملنا فحوصات وتابعت الحمل منيحة، وثلاثي الأبعاد على الأسبوع 11 وربع الأبعاد على الأسبوع 11 وعلى الأسبوع 18 وأسبوع 28، وكله كان إنه يستدعي إنه هذه الأجنة سليمة، وتم فحص الجنين كمان بعد ولادته الحمد لله سليم وصحته كويسة تمام، فما في مشاكل والحمد لله احنا توفقنا معاهم، ببارك لهم كل قلبنا، اجاهم طفل بعد انتظار طويل، مبارك لهم وان شاء الله الحياة تكون عندهم سعيدة. احنا اليوم تاريخ 14، حبينا نغير شوي، تاريخ 14/1/2024 ما بنحكي عن اطفال، بنحكي عن دراسة حالة، هل يوجد مرض مورث او وراثي او لا يوجد، هل يوجد جين مورث او لا يوجد، ونجحنا. انا فرحت لهم عن جد بكل قلبي، ابنهم ولد وما توفى والحمد لله، ان شاء الله الله طول العمر، هذا كله فضل الله سبحانه وتعالى والمبارك من عند الله سبحانه وتعالى، وتاكدنا كل شيء تمام، واليوم يروحوا على بيتهم سالمين معافين، الله يعطيهم طول العمر والصحه، وتم دراسه الحاله على مدى فتره الحمل كلها وما بعد الولاده وما قبل الحمل، كان دراسه كامله لهي العائله، فهذا انجاز بالنسبه لنا وانجاز لثقتهم فينا واستمريتهم معانا حتى بعد ما حملوا طبيعي. حبيت احكي عن هاي الحالة، انا فرحان فيها كثير كثير كثير. اليوم تاريخ 14/1/2024، بقول لكل امهات لا تقنطوا من رحمة الله، شو ما كانت مشاكل لا تقنطوا من رحمة الله، وان شاء الله يكون النجاح حليفكم وصبركم ما يروح هباء منثورا. وكمان برجع بذكر انه احنا في ايام صعبة بمر عليها الشعب الفلسطيني، بنتمنى لهم كل خير، بنتمنى نساندهم، بنتمنى في علومنا ومثابرتنا وصمودنا وصبرنا ودعائنا وعملنا كمان بالأساس إنه نساعدهم ونقدر نحقق لهم بعد إذن ربنا المعونة، ويصبروا وينالوا وإن شاء الله الفرح يعود للشعب الفلسطيني. الحمد لله رب العالمين على هاي الإنجازات، الحمد لله رب العالمين على لهاي العائلة، ببارك لهم كل قلبي، إن شاء الله الخير يعود على كل الأمهات، والخير والسلامة تكون أيامهم سعيدة. شكرا لكم، مع السلامة.